مع أم محمد. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طيب لبس عليك. ولله الحمد لله. كل شيء بخير. أكرمك الله. الحمد لله. كنشكرك بزاف على هذا البرنامج. الله يكبر بك لله. الله يكثر خيركم ويكثر خير ميد راديو والزملاء ديالك اللي خدامين فيها والناس كاملين اللي مشرفين على هذا البرنامج. أمين يا رب يا كريم. الله يبارك فيك. سي طيب عندي جوج أحلام. نعم. وعندي واحد المهم تجربة عشتها أنا. نعم. بغيت نعودها لك. مرحبا. باش نطبقوا الأحلام ولا التجربة؟ نبداو بالتجربة. واخا. سي طيب. نعم. كنت أسيدي كان مات خويا الله يرحمه ويسعي عليه فهاد النهار مات عزري. الله يرحمه يا رب يا كريم. المهم تعصبت شوية. من بعد منه بعشر شهور توفات الوالدة. الله أكبر. الله يرحمه جميع الأمة الإسلامية. لا إله إلا الله. المهم خرجت لي واحد الولفيسة في عنقي. نعم. خرجت لي ديك الولفيسة بيضة. نعم. فخرجت لي وليت كنتعصب عنقي كيحرقني. وهذه جاتها من العصب، ربما انت تاثرتي تاثير شديد، خوك عزري مات والوالده ربما دات الغمه ديالو في قلبها وانت شفتي هذا الشيء متتابع والعصب خرج لك وسيسه. خرجت لي هذيك الوسيسه. نعم. المهم مشيت درت تحاليل، درت راديو، اجدوا لي من حاشاك واحد البره ديال القيح. نعم. عطوني رانديفو باش صافي غنمشي نفتح. نعم. كان ديك الساعة غادي يدخل شعبان. نعم. ورمضان ورمضان شهر نفتح، عطوني ثلاث شهور. نعم. تلاقيت مع واحد السيدة هكا ما كنعرفها ما تعرفني. نعم. غير هكا تنهضرو كتبيع هي شي ثواب، ثواب شوية غاليين ديال الصاري راك عرفتي، المهم أنا نعاود. نعم. لك القصة في التفاصيل. نعم. قالت لي خذي لك شي واحد، تلاقينا عند واحد السيدة كنعرفها. قالت لي خذي لك شي واحد، قلت لها ودي ما نقدرش. قالت لي دابا مزيه وهذا ما نقدرش. قالت لي واقي خذي وكل مره عطيني شويه مادام الحاجه كتعرفك ماشي مشكل. قالت لي ودي راه الله عمرها دار وصرفها مزيان. قلت لها شوفي انا درعاني واحد العمليه وبين الموت والحياه. نعم. وما نقدرش ناخذ هاد الثوب الا مت نمشي نقلد عبيد. نعم. وهي تقول لي ديالاش العمليه؟ هذه السيده مولا الثواب. قلت لها عندي راه عندي واحد الولفيسه والنهار اللي عنقي. قلت لها هاي راه دابا راه دوزت درت تحاليل وهادي وراه صافي. قالوا لي غادي غتفتحي. نعم. وهي تقول لي والتحاليل كيخرجوا. قلت لها التحاليل خرجوا الحمد لله مزيان ما فيهم حتى شي حاجه خايبه. وهي تقول لي كتطوي. قلت لها الحمد لله. قالت لي واجي معايا. ايه. المهم دارتي قريبه هاد السيده كتبيع وتشري اللي كنا عندها. قالت لي اجي معايا. طلعت معها لدارها عطاتني قرعه صغيره ديال ماء زمزم. نعم. وعطاتني واحد الدعاء. نعم. قالت لي في الليل تتسالي الصلاه كامله تبغي تنعسي وديري جوج ركعات. نعم. وهاد الماء شربي منه جغيمه ودهني واحد شويه على ديك الولسيسه. نعم. قالت لي غير توافقي على هادشي وان شاء الله باذن الله غيكون الخير. نعم. جبت ديك الميه وقالت لي لا سالك ما تزلزل هاد الدار عرفتيها. جيت جبت ديك الميه دوك الدعاء واخا انا ما ماشي ما قارياش كاع تقريبا حفظاتني غير ثلاثه الكلمات انا نقولهم لك من بعد. ايه. جيت بقيت كان فعلا كما قالت لي المراه درت ومع تلاقات مع شعبان رمضان كنزيد كنلح على الله سبحانه وتعالى وكنبقى نبكي وكنزيد كنطلب الله يشافيني وليداتي صغار وهذا. لا اله الا الله محمد رسول الله. المهم ما حد رمضان غادي كيدوز وديك ديك الولسيفه كتصرف. سبحان الله العظيم. ما حد رمضان كيدوز والولسيفه كتصرف. داز رمضان بقات لي شي يومين نفتيح. نعم. رانديف. نعم. عيطت لختي جات باش تجلس مع ولادي. مشيت انا عند الطبيب. الطبيب كيقلب لي فيها ما مصدقش. سبحان الله. سبحان الله. كيشوف الراديو والتحاليل وكيشوف يقلب لي الولسيفه مش عيط الماجور. كيقولوا لي هنيئا لك. شنو درتي؟ انا بيني وبينك ما قلت لي ما درت حتى شي حاجه. داكشي يلاه. عرفتي الاطباء ما المهم قلبوا عليا قال لي غتمشي تعاودي دير الراديو. ديك الساعه عاوني مشيت درت الراديو. قال لي الماجور هنيئا لك بنتي. بحال عمرت شي حاجه ما كانت. سبحان الله العظيم. اللي يدير في قينه في الله. ما شاء الله.
توكل على الله. لا اله الا الله. عرفتي اختي، اختي ام محمد اللي عالجك، شكون اللي عالجك؟ عالجك ايمانك بالله تعالى وثقتك بالله، هي اللي عالجتك. لا الحمد لله. وهاد الدعاء انا نقولهم ليك. اييه لالا. اللهم اني ارزقني، اللهم ارزقني رزقا واسعا وعلما نافعا وشفاء من كل داء. نعم هذا هو الدعاء اللي كنقولوا عند شرب ماء زمزم. قال عبد الله بن عباس: عند شرب الماء تنوي ما تشاء وقل اللهم ارزقني رزقا واسعا وعلما نافعا وشفاء من كل داء وسقم. ماء زمزم لما شرب له، ملي كيبغي يشربوا الانسان كيقول هذه الكلمات: اللهم ارزقني علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء وسقم، وربي كيجيب الشفاء من عنده. وانا رايتها بام عيني في الحج، مشاو معنا رجال كبار في السن هازين دايرين العكاكز وركابيهم خاويين، عندهم 60 عام 65 عام، وملي بغاو يطوفوا ما قدروش يطوفوا، دايرين كرسي متحرك. وملي داروا هذه الوصيه بقاو كيشربوا ماء زمزم، في كل مره كيقولوا هذه الكلمات ويدهنون بماء زمزم مكان الداء. سبحان الله العظيم، ملي رجعنا من الديار المقدسه دوك الرجال كبار ولاو بحال الشباب كيجريوا، حتى ان واحد فيهم شافوا ولادو كيتسناو فيه جايبين الطوموبيل الكبيره باش يهزوا بكرسي متحرك، جاي كيجري كيجري امامهم، بكاو وسجدوا لله تعالى كرامه من الكرامات. قلت لهم هذا السيد هذا اللي عالجوا ايمانه بالله وثقته في الله. وطبعا ماء زمزم ماء رباني، ماء في اسرار الهيه، زاده نور على نور الحمد لله. الحمد لله، لا لا يحرمنا ويحرم منه هو مسلم يا رب يا كريم. يا سيدي الماء اللي عندي الحلم الاول. نعم. كان واحد المشكل عائلي، المهم مشكل عند خوتي. نعم. في مكان ما ساكن، جيت بغيت نعس الليل، درت واحد الدعاء، المهم بحال غد لي غادي نمشيو عند المحاميه. نعم. درت واحد الدعاء. نعم. طلبت الله سبحانه وتعالى ونعست. نعم. ملي نعست كنشوف خير وسلام بحال الملك، ملك محمد. نعم. طو. نعم. وحداه الامير مولاي الحسن وحداه مولاي رشيد. نعم. 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 قول مع راسي، انا كنهضر معاه وكنقول مع راسي سبحان الله، يمكن تجيني الخلعه، يمكن ما نقدرش نهضر معاه، يمكن. نعم. ولكن انا دابا كنهضر معاه وانا مرتاحه. الحمد لله. الحمد لله. المهم حلمت هذا الحلم، ضرباتني الفيقه، لقيتها جوج ونص ديال الليل. نعم. عاود رجعت نعس كنشوف خير وسلام بحال انا وراجلي بجنب البحر. نعم. ليله وحده جوج حلمات. اييه. بحال انا وراجلي بجنب البحر. نعم. لقينا واحد الولد غتكون عنده ديك 22 24 عام. نعم. جالس على كرسي، قلنا ليه واش كدير هنا؟ نعم. هو قال لنا ما عرفتوش اش كندير هنا، جلسوا معايا وغتشوفوا واش كندير. نعم. جلسنا معاه، هو قال لنا جالس هنا كنشوف القدره الالهيه، كنشوف نعم. الشمس كيفاش كتطلع وكيفاش كتغرب. نعم. جلسنا معاه كنشوفوا الشمس غادا غاربه، ديك الحموريه ديال الشمس اللي كتكون نازله في البحر. نعم. كيبان غير نص ديال الشمس، قال لنا وحدي وكيفاش غتمشي. بقينا جالسين معاه، هبطت ديك الشمس. ملي هبطت ديك الشمس هو يقول لنا ودوروا دابا كيفاش غيطلع القمر، بحال درنا القبله. نعم. طلع ذاك القمر، ذاك القمر مشعشع. نعم. ذاك الدكتور اللي كيكون دايرينه في المناسبات مشعشع بزاف. سبحان الله العظيم. هي المهم ملي طلع، ملي طلع ذاك القمر هكاك هو يقول لنا وشوفوا شنو غادي يكون في، اش غيبان لكم في القمر. نعم. وانا نقز وانا نقول ليه واش غادي يبان محمد الخامس، حيت انا كنسمع بلي راه محمد الخامس كانوا شافوه في القمر. نعم. قلت ليه واش غيبان محمد الخامس؟ هو يقول لي لا وتسناي. بقينا قاضي القمر، هو يبان فيه راجل. نعم. الوسط وجوج عيالات، وحده في هذا الجنب وحده في هذا الجنب. نعم. العيالات الوجه ديالهم ما مكشوفش، المهم راه عيالات ولكن الحروف ديالهم ما باينينش. نعم. وانا نقول ليه شكون هذا؟ وذاك الراجل ضاحك وديك الابتسامه عنده زينه، وانا نقول ليه شكون هذا؟ قال لي ما عرفتيش. قلت ليه لا، هو يقول لي هذاك راه الرسول صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. قلت ليه وهذوك العيالات اللي حداه؟ قال لي هذيك امنا عائشه، امنا خديجه. لا اله الا الله. رضي الله عنهم. المهم
ضرباتني الفيقة ملي نط. نعم. أنا مرتاحة قدمكت أنا خايفة. نعم. قدمت مرتاحة والحمد لله كل شيء داز بخير. فعلا هذه الرؤى فيها انت كان عندكم مشكل عائلي، كانت المحكمه، كنت غتمشيو عند المحاميه، درتي الدعاء ونعستي، ربي يطمنك. رؤيه الملك السلطان والحاشيه ديالو في المنام، يعني كيعطي الله تعالى اللي شاف هذه الرؤيه كيعطي الله تعالى السلطه، وكيعطي الله القدره، وكيعطي الله الثبات، كيعطي الله تعالى القبول بين الخلق. اما البحر هو مخزن، شتتوا البحر، والبحر هو اذا كان متلاطم الامواج راه خطوره، اذا كان هادئ فراحة وسكينة. انتم شفتوا البحر والشاب 22 سنة وكيتأمل في مظاهر القدرة الإلهية، كله خير في خير. ملي شفتي الشمس والقمر والرسول صلى الله عليه وسلم يظهر، بمعنى هذا حاشا وكلا أن الله تعالى يضرك، هذيك القضية غدوز بسلام وأمن وفي المصلحة ديالكم بإذن الله تعالى. وفيها بشارة لك أيضا يا أم محمد بأن رؤية النبي صلى الله عليه وسلم بشارة لصاحبها بصدق التدين، بشارة له بأن عقيدته سليمة وأن تدينه صحيح وأنه على الطريق المستقيم. الله يبارك ليك ووفقك ويزيدك نور على نور يا رحمن يا رحيم.